السلام عليكم أخوان، تحياتي لكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن نبتة الدراسينيا. نبتة الدراسينيا، هاي نبتة الدراسينيا، نبتة زينة جميلة رائعة جدا. شوف هاي النوعية، هاي النوعية الأخرى، أيضا هاي نوعية. نبتة الدراسينيا يا إخوان من نباتات الزينة الرائعة والجميلة، يعني هي عموما أكثر من 40 نوع. نبتة مستديمة، شبه شجيرية، أوراقها طرية، يعني إذا الشاهد نشوف أوراقها، أوراقها طرية جدا. في بعض الأصناف يعني مثل هاي اللي أمامكم تكون أوراقها شو اسمه شريطية رقيقة جدا وطرية، وفي بعض الأصناف مثل هاي اللي قدامكم تكون أوراقها عريضة، عريضة جدا. في بعض الأصناف يعني متوسطة. مثل ما قلنا إخوان هي أكثر من 40 نوع. يعني نبتة الدراسينيا لها ألوان عديدة، مثل هاي، هاي يسموها دراسينيا مارجيناتا، شوفوها جميلة جدا، يعني لونها أخضر مائل للحمرة أو الأرجواني، وهاي الأخرى اللي أمامكم أوراقها عريضة تشبه اليفرجن أو العنكبوت، يسموها الليمون لي ليم، وهاي النوعية الأخرى المعروفة. يعني منها لونها الأخضر، ومنها ما هو لونه مخلوط بين الأخضر والأصفر، ومنها هذا اللون اللي هو الأخضر المائل الأرجواني أو الأحمر. يعني إخوان منها أصناف تحب الشمس وممكن أن تعيش في الحدائق الخارجية، يعني مثل هذا النوع، هذا النوع عندي من زمان، يعني هذا النوع عادي ممكن تتركه في الحديقة في الخارج في أي مكان، ممكن أيضا أن يكون داخلي. وهاي النوعية أمامكم الليمون ليم، يعني هذه لا تحب ضوء الشمس المباشر، أيضا هذه النوعية أيضا لا تحب ضوء الشمس المباشر، هذه النوعية اللي اسمها مارجيناتا، يعني هاي ممكن تعيش داخل البيت وما تحب الضوء المباشر، يعني ممكن وضعها في المكاتب أو داخل البيت مثل ما قلنا، يعني ممكن وضعها قرب النوافذ، يعني هي ما تحب ضوء الشمس المباشر، أشعة الشمس القوية أو المباشرة تأثر عليها وتحرق أوراقها. يعني هاي شوف أكو أوراق هنا محترقة، شلون؟ وهاي الأوراق المحترقة أما بسبب أشعة الشمس العالية أو قلة السقي أو زيادتها. هذه النبتة عموما يعني نبتة الدراسينيا لا تحب الماء كثيرا، يعني هي تحب العطش بين السقية والأخرى، يعني الماء الكثير يصيبها بالعفن، يصيب الجذور بالعفن ويقتلها. وأيضا إخوان التسميد في وقت الصيف، مثل ما قلنا إخوان التسميد في وقت الصيف، يعني لا تحب التسميد في وقت الشتاء، يعني النبتة في الشتاء يعني لا تصرف الكثير من الغذاء، تقريبا في حالة سكون تكون. بيئين يعني هي نبتة منظفة ومعقمة بالهواء من سموم ومواد ضارة، إذن هي نبتة مهمة يعني
الإخوان، مثل ما قلنا بيئيا هي نبتة منظفة ومعقمة للهواء. أما كيف تتكاثر؟ يعني مثل ما قلنا، أما كيف تتكاثر هذه النبتة؟ يعني يكون تكاثر نبتة الدراسينية عموما بالعقل، يعني وهي أفضل طريقة. يعني يجب أن تكون العقلة طرفية، يعني مثل ما تشاهدون هنا، يعني هذا الساق الرئيسي، يعني هذا الساق الرئيسي طالع منه 3 أفرع، يعني ممكن أن تقطعون أحد الأفرع وتغرسوه مباشرة بالتربة. ممكن إذا كانت النبتة يعني كبيرة جدا تأخذون منها عقلة طرفية وتقطعوها إلى أقلام وتغرسوها مباشرة في التربة، يعني طول شو اسمه يعني أقل شيء شبر أو أكثر يعني من العقلة الطرفية. إذا كانت النبتة كبيرة جدا وما نتقرب للساق الرئيسي، يعني نأخذ من العقلة الطرفية نقطعها إلى عدة أقلام، يعني أقل شيء طول القلم يعني شبر أو أكثر، ونغرسها مباشرة في التربة، وهي عملية ناجحة جدا. هاي كل المعلومات عن نبتة الدراسين يا أخوان. مثل ما قلنا هي نبتة زينة جميلة ورائعة وقوية ومتحملة، وهي أكثر من 40 نوع. هاي عندي يعني 3 أنواع، حبيت أشوفكم إياها وأعطيكم عنها بعض المعلومات. تحياتي لكم أخوان، سعد كامل.